عاش الشعب وعاش عاش مغاربة ماشي أوباش وعاش الشعب وعاش عاش مغاربة ماشي أوباش وعاش الشعب وعاش عاش مغاربة ماشي أوباش وعاش الشعب وعاش عاش حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية واهيا 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 وهذه الدولة مافيا وهذه الدولة مافيا وهذه الدولة مافيا وهذه الدولة مافيا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية لجميع ساكنة الدار البيضاء. ساكنة الدار البيضاء كتخرج في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كتعبر فيها على المطالب ديالها، المطالب اللي كتعلق بمدينة الدار البيضاء بأحيائها المهمشة، بأحيائها المفقرة، بأحيائها التي تعاني البطالة وتعاني من الإجرام وتعاني من المخدرات وتعاني من نقص الخدمات الاجتماعية. الشعب المغربي كله كتوجه الأنظار ديالو اليوم لمدينة الحسيمة اللي كيسطروا الأبطال ديالها والمناضلين ديالها، ملحمة تاريخية في تاريخ المغرب. الشعب الحسيمي والشعب الريفي كله خارج، والشعب المغربي كله يضع يديه على قلبه خوفا مما ستؤول إليه الأمور. الأخبار التي تصل الآن من الحسيمة هو أنه هناك قمع شديد وقنابل مسيل الدموع وسعي لتفريق المناضلين، ولكن المناضلين في الحسيمة والشعب الحسيمي كله واقف بقوة ومستعد أنه يضحي بالغالي والنفيس من أجل تحقيق المطالب دياله. الوقفة الآن ديال الدار البيضاء كتعلق برسالتين أساسيتين. الرسالة الأولى هو التضامن مع الإخوان ديالنا في الريف، مع المناضلين ديالنا في الريف، وتبني المطالب ديالهم والدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المجرمين الحقيقيين. الرسالة الثانية هي أن مدينة الدار البيضاء كذلك عندها مطالبها. مدينة الدار البيضاء ليست فقط المتروبول الاقتصادي والشركة العملاقة إلى آخره، ولكن مدينة الدار البيضاء هي أحياء درب السلطان وسيدي مومان والحي الحسني والمدينة القديمة واللواحي كذلك والهوامش ديال الدار البيضاء اللي كتعاني من جميع المشاكل وجميع المصائب اللي ممكن أنها كتكون كيتعرض لها المواطن المغربي بشكل يومي. إذا نحن واقفين الآن كنعبروا على المساندة ديالنا للنضال الريفي، وكنعبروا على المطالبة ديالنا بتحقيق شروط العيش الكريم لجميع ساكنة الدار البيضاء بأحيائها الهامشية وجميع مرافقها الصحية والتعليمية، وتحقيق الشغل لشبابها، وكذلك التصدي لمعدات المخدرات وآفة الإجرام اللي كتنخر جسم الشباب المغربي. وتحية. وهذه الدولة مافيا هي كلمة صافية هي كلمة صافية وهذه الدولة مافيا وهذه الدولة مافيا هي كلمة واحدة هي كلمة واحدة هي كلمة واحدة. تحية للرفاق والرفيقات والإخوان والساكنة ديال درب السلطان الفيدان اللي كنحيوا الجماهير الشعبية، لأننا في حي ديال النضال وديال المقاومة، حي اللي خرجوا فيه السكان سنة 1965 في انتفاضة ديال الجماهير الشعبية، وخرج سنة 1981 انتفاضة 81، واليوم الجماهير الشعبية والمناضلين والمناضلات ديال الحراك الشعبي كيوقفوا في لحظة تاريخية للتعبير عن التضامن ديالهم مع الحراك ديال الريف، والتضامن مع الجماهير ديال درب السلطان، أنهم حقهم في الصحة، حقهم في التعليم، وحقهم
في الحياة وحق ديالهم في السكن. الوقفة ديال اليوم كذلك هي للمطالبة بالإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين القابعين سجن عكاشة، لا لشيء إلا أنهم قاموا تقدموا بمطالب اجتماعية واقتصادية. هي وقفة كذلك لنقول للنظام المخزني أن القمع والترهيب والاعتقال لن يفديك في شيء. هي وقفة كذلك للمطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحرية وبالعدالة الاجتماعية. هي وقفة كذلك لنقول جميعا أن النظام المخزني أصبح غير قابل للعيش معنا. هي كذلك وقفة للتنديد بالمافيا المخزنية لأنها هي المتسببة في الويلات ديال جماهير شعبنا فيها في المنطقة. هي وقفة كذلك لنعبر جميعا كجماهير شعبية أن الصوت وأن لا صوت يعلو على صوت الجماهير الشعبية، وأن صوت الشعب منادي بالديمقراطية والمناضي بالتغيير. فتحية إلى كل الشرفاء، تحية إلى الجماهير الشعبية، وعهدا أننا سنستمر بنضالنا حتى تحقيق النصر. وعاش الريف المغربي، وعاش الريف المغربي، الله يطول في عمر شعبي، 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 وعاش الريف المغربي، وعاش الريف المغربي، وعاش الريف المغربي، وعاش الريف المغربي، الله يطول في عمر شعبي، 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 ويا المخزن حضاري، ويا المخزن حضاري، avec ce qui se passe dans le RIF. Casa aussi se mobilise. Nous demandons que les droits des gens de l'Hosima soient respectés, qu'on ne les traite pas comme des vulgaires criminels. Les criminels sont dehors en ce moment. Le message qu'on veut faire passer, c'est que voilà, les gens ont simplement réclamé des droits élémentaires. Ils ont juste réclamé une vie digne. Et voilà comment on les remercie. On les a enfermés. On a enfermé des jeunes qui ont osé dire stop à l'impunité, stop à la corruption, stop à cette humiliation qui subit tous les jours. Alors à Casa, sans restriction, sans aucune restriction, nous soutenons cette révolte pacifique, je tiens à le dire, pacifique. La violence ne vient que d'un seul côté et on sait d'où elle vient. Ici, vous voyez, il n'y a pas un seul verre qui sera cassé. Il n'y a pas une seule chose qui sera brisée. Ce sont des gens pacifiques qui demandent juste un peu de dignité. Donc, big up aux mecs aux gens de l'Hosima. On est avec eux et voilà, que ça continue. Merci. Shut up!
محورة وصفات وجوج محورة وصفات وجوج محورة عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة بلادنا في لاحية بلادنا في لاحية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الوضع الآن في الحسيمة يتلخص فيما يلي: هناك ساكنة حسيمة وساكنة الريف التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة، والتي تطالب بمطالب ما يقال عنها أنها مطالب اجتماعية لشأن أن تستجيب لها. وهناك طرف آخر هو النظام السياسي والدولة المغربية والسلطة المغربية التي تتعنت بالاستجابة لهذه المطالب، والتي تتعامل مع حراك الإخوان ديالنا في الريف بمقاربة أمنية وقمعية لا يكون من شأنها أن تجدها حصيلة مهمة من المعتقلين وحصيلة مهمة من الذين زج بهم في السجن، وحصيلة مهمة كذلك من الذين يتابعون في المحاكم، إضافة إلى الذين تم قمعهم من الجرحى والأمهات والأبناء والعائلات التي فقدت في فلذات أكبادها. إذن هذا هو الوضع الذي يعيشه الآن الريف وتعيشه ساكنة الحسيمة، وتبقى هذه الوقفة التضامنية مع ساكنة الريف هي أبسط أشكال التضامن، وتأتي في هذا التاريخ الذي هو 20 يوليوز لأنه يحمل دلالات ورمزيات كثيرة. الرمزية الأولى هو أن هذا التاريخ يعطي إشارة واضحة أن ساكنة الريف ساكنة لنهضة الاستعمار الأجنبي، فبالتالي وصمها بأنها عصابة من الانفصاليين هذا وصف خاطئ من قبل الحكومة ومن قبل مختلف الفاعلين السياسيين الذين تبنوا هذا الطرح. ثم هو كذلك رسائل، ثم هناك كذلك رسائل قوية في هذه الوقفة الاحتجاجية مفادها أن المجتمع المغربي وقواه الحية لن تتخلى عن دعم حراك الريف، ولا عن مساندة معتقليه، ولا عن مساندة المظلومين، ولا عن مساندة الجميع المطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة. هذه الوقفة النضالية تنظمها مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء بتزامن مع مسيرة الحسيمة، ومن خلال ذلك نؤكد مدى الترابط بين نضالات الشعب المغربي في مجموع الوطن. بطبيعة الحال نحن نستنكر ما يقع الآن في الحسيمة من هجوم قمعي شرس على المتظاهرين من خلال القنابل المسيلة للدموع، ولكن رغم ذلك فقد تحدث الجماهير الشعبية، هناك جحافل قوات القمع ونظمت المسيرة كما كان مقررا، ومن خلال هذا التحدي نؤكد على أن الشعب المغربي لا يمكن أن يستكين ولا يمكن أن يركع ولا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي من أجل النضال لتحقيق مشاريع المشروع. على أي حال هذه الوقفة النضالية مطالبها تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتقلي حراك الريف بدون قيد أو شرط، واستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لساكنة الريف من خلال التفاوض مع نشطاء الريف. فهذه الرسالة هي التي نريد أن نبلغها من خلال هذه الوقفة النضالية، و النضال سيستمر إلى حين التحقيق، إلى حين الانتصار، وشكرا.
هي اجتماعية حرية. انا جراو عليا من المحالي. علاش خالي؟ انا جراو عليا من المحالي، خرجوني الدريه العقار خرجتني 40 عام وانا خدامه عند المراه، خرجتني بلا فادي لا سكنه لا اجره لا حتى شي حاجه. دخل عليا البوليس حتى لداري وقص الفيديو، راه كشف العالم كله شافو، ما يديروش فيا هكا. انطلقوا حنا أمة ديال بنادم اللي تخرجت وتشردات بولادها، ما عندنا الصحة حتى باش نخدمو ونكريو، ما عندنا الصحة باش نخدمو ونكريو. فتحة 3 فتحات وجي البوليس خرجني، جات البوليس خرجني، خرجني الصبقة بلا سكان بلا حتى شي حاجة. هذا المخزن العبقري، هذا المخزن العبقري، شحال مطور وقري، شحال مطور وقري، شحال مطور وقري، نشكر كل من حضر، كل من لبى الدعوة، كل من جاء ليرفع صوته مناصرا ومتعاطفا مع هذا الحراك الشعبي الأبي الذي تعرفه منطقة حسيمة. نشكر كل من حضر، كل من لم تسعف ظروفه للحضور في هذه الوقفة التي نظمت بمدينة البيضاء بمنطقة الساحة السراغنة بدرب السلطان. حضورنا هنا حضور تضامني، حضور معنوي، كي نقول لأهالينا بالريف أننا جميعا جسم واحد، أننا كلنا ذات واحدة، أن ما يضرهم يضرنا وما يؤذيهم يؤذينا، وأننا نناصرهم في حراكهم الشعبي، حراكهم الواقعي الذي خرجت له ألوف من المحتجين في منطقة الريف والحسيمة وباقي مناطق المغرب، كي يطالبوا بحقوقهم المشروعة العادلة، كي يطالبوا بحقهم في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي أبسط الحقوق. وحضورنا هنا كذلك لنعلي صوتنا ونصرخ بصوت واحد، كي نقول للمخزن وللدولة كفى، كي نقول لها كفى من هذه السياسات المخزنية التي لا تخدم هذا الشعب، التي لا تخدم مصالح الشعب الأبي الذي خرج كي يطالب حقوقه الطبيعية. فنقول مطالبنا هي مطالب واحدة: الإفراج عن المعتقلين، إفراج فوري عن المعتقلين الذين اعتقلوا ظلما وزورا، ثم تحقيق المطالب العادلة للمحتجين، ثم فتح حوار حقيقي مع أهل الريف، مع المتضررين، حوار لا مراوغة فيه، حوار لا مزايدة فيه، حوار على أرضية واضحة
تكون ثمارها واضحة في أرض الواقع. ثم بعد ذلك نطالب الدولة بالاعتذار لأهل الريف، لأهل الحسيمة، لما اقترفته في حقهم من خدش لكرامتهم وخدش لإبائهم. ثم ختاما مطلبنا الأساس، وهو محاسبة كل المسؤولين على هذه الأوضاع المزرية التي آلت إليها البلاد، أوضاع غير مسبوقة من مس بحقوق الإنسان ومس بالحريات. فجميعا نرفع صوتنا ونقول المخزن والدولة كفى من الاستهتار بأمن البلاد. وشكرا. وجماهرنا جاية، والريف ماشي وحده، والريف ماشي وحده، ومعاهنا يا كاملة، ومعاهنا يا كاملة، والمخزن اللي قمعه، والمخزن اللي قمعه، ومعاهنا يا منفكش، ومعاهنا يا منفكش، ومنفكش منفكش. نلاحظ الآن ساكنة الدار البيضاء تعبر عن تضامنها المشروع مع انتفاضة سكان الريف في هذا اليوم الذي أعلنوا عن تنظيم مسيرة للمطالبة بتحقيق مطالب العالم المشروطة. فهذه الوقفة ينظمها مجموعة من الهيئات والفعاليات قصد تضامن مع معتقل الريف والمطالب بتصريح صراح جميع المعتقلين وإزالة العسكرة عن نواحي مدينة حسيمة. اسمع صوت الشعب، والمخزن يطلع برا، والمخزن يطلع برا، والمغرب أرض حرة، والمخزن كقتال على عين كلاب معدد، والمخزن كالسجان على عين كلاب معدد، الصوت في النقل المباشر والصوره ما واضحاش. والدار ما يسخر، والدار ما يسخر، والحل
يطلع برا، والمغزال يطلع برا، والمغزال يطلع برا، يطلع يطلع بالمرة، يطلع يطلع بالمرة، والمغرب أرض الحرة، والمغرب أرض الحرة، bye bye zman ta
كلشي زيد لي فوق عاوتاني كلشي 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 فوق 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 واحد واحد وشكون قماعي حسيمة وشكون قماعي حسيمة والرمانة غادي تفرقع
وما تلقى ما تجمع وما تلقى ما تجمع وما تلقى ما تجمع وباليدي اليدي والعداء والعداء واهلكونا بالماء والطاق
بغاونا نسكتوا بزاف. والله والله ما سكتين. والله والله ما سكتين. والله والله ما سكتين. والله والله ما سكتين. حتى ينتصر المسكين. حتى ينتصر المسكين. وهادي سنين وحنا خرجين. وهادي سنين وحنا خرجين. وهادي سنين وحنا خرجين. وهادي سنين وحنا خرجين. شكرا لسكينة مدينة الدار البيضاء باسم المجموعة ننهي عن نهاية هذا الشكل الاحتجاجي وشكرا للجميع.